Rowing upon the waters, lakes, rivers, these find it the most important sports of the physical fan. Rowing develop with man since learn how to build the boats to cross the water, and with the development of the evaluations of human need. Human spread rowing as an official sport since the establishment of the first international federation of the games in 1892. They become after that a multiple competition. يتعامل الاتحاد الافريقي في التجديف القانوني يتعامل الاتحاد الافريقي كما يتعامل بقيه الاتحادات وبقيه المناصب، لذلك جاءت عمليه تاسيس اتحاد شرق وسط افريقيا. الفكره نبعت حقيقه من كينيا، الفكره الاولى نبعت من الاتحاد الكيني على ان يتكون، وذلك لقى دعم من السودان، لقى دعم من الصومال، وتكون الاتحاد، تكون الاتحاد من فترة 3 سنين، وكان بيشمل معظم المناشط المائية. استحدثنا في أنه ينحصر الاتحاد في منشط التجديف والقانون فقط، لأنه معظم الاتحادات الموجودة في منطقة شرق وسط أفريقيا أو في أفريقيا عموما تجمع ما بين منشط التجديف ومنشط الكانوي، على الرغم من أنه منشط التجديف عنده اتحاد دولي قائم بذاته، ومنشط الكانوي عنده اتحاد دولي قائم بذاته، ولكن كل الاتحادات عدا بعض الدول وعدد بسيط جدا هو اللي بيفصل التجديف من الكانوي، ولكن في بعض الدول كل المناشط المائيه هي بتصف في اتحاد واحد. Sudan is considered one of the biggest countries that have as much water resources. The most important of that is the Nile River, which reaches a length in Sudan to more than 1,400 kilometers. This extended length with calm, which characterizes most of the year and making it a good model to practice many water sports. شارك اتحاد التجديف في بطولة العالم في سنة 23، وشارك في البطولة الأفريقية داخل الصالات، وشارك في البطولة العربية في العام 2009، وشارك في الأولمبياد الأفريقية الأولى للشباب، وشارك في الأولمبياد العالمية الأولى للشباب في سنغافورة، وشارك في كل الألعاب الأفريقية بموزمبيق، وشارك في البطولة العربية في الإسكندرية، شارك في كل الألعاب الأفريقية للناشئين في العام 2014.
After the development of rowing in Sudan, there was an Oregon need to create partnerships and initiatives that contribute to development and progress of this game. As the result of this, then came the birth of Eastern and Central Africa for rowing and canoe. البطولات دي مهمة جدا بالنسبة للسودان أنه اتحاد شرق وسط أفريقيا مهم جدا لأنه هذا الاتحاد يضم كل دول حوض النيل إذا نظرنا إلى بحيرة فيكتوريا اللي بيجي منها النيل الأبيض تلقى الخمسة دول بتحيط بحيرة فيكتوريا كينيا ويوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي هي جزء من اتحاد شرق وسط أفريقيا بتجي تلقى الدولة اللي بتحتضن بحيرة ثانية في أثيوبيا هي واحدة من أعضاء الاتحاد شرق وسط أفريقيا ولذلك كل دول حوض النيل هي يعني أعضاء في هذا الاتحاد وبالتالي هناك في عامل مشترك كبير جدا يخلينا إحنا نهتم كبير جدا باتحاد شرق وسط أفريقيا ونحاول نصحب السودان بما فيه ومعه الدول الموجودة في اتحاد شرق وسط أفريقيا بحيث أنه خلال سنوات بسيطة يكون هذه الدول لها تأثير كبير جدا على المحيط العالمي علاقة اتحاد السودان بمنطقة شرق وسط افريقيا، اتحاد السودان هو كان يعني اول البنية التأسيسية الأولى، تم اختيار السودان لرئاسة هذا الاتحاد، ويمكن أول بطولة في اتحاد شرق وسط افريقيا تكون في السودان في 2013، والحقيقة أن البطولة كانت مختصة فقط بطلاب الجامعات، ومختصة فقط بالطلاب الأفارقة الموجودين في جامعة افريقيا العالمية. وكانت من أنجح البطولات حتى الاتحاد الدولي أشاد بهذه البطولة وأبدى رغبته في أنه يدعم البطولة الثانية والثالثة والرابعة الآن يعني الاجتماع الأول لهذا الاتحاد هيكون في السودان وبنعمل في السودان أنه يكون المقر للاتحاد شرق وسط أفريقيا في الخرطوم نعمل أنه يكون مركز التدريب الإقليمي في الخرطوم ولذلك بيكون علاقاتنا احنا طيبه جدا مع 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 كل دول شرق وسط افريقيا يمكن السودان هو يمكن الدوله انا ما اقول الدوله الوحيده لكن هي الدوله اللي عندها علاقه طيبه جدا من ناحيه رياضيه في كل الدول الموجوده في شرق وسط افريقيا. Big roles waiting the East and Central Africa Federations for rowing and canoe to promote this activity and aim at its membership by working on more in various programs. يمكن يعني الخطط في الاتحاد ل 10 وسط افريقيا طموحه جدا ويمكن احنا حنوزعها على المرحله الاولى انه حيكون كل المنافسات وكل التدريب وكل الكورسات سواء كان في التحكيم او في التدريب سواء كان في الناحيه الاداريه حتكون محصوره في دول شرق وسط افريقيا. لكن في عمليه البطولات يمكن تكون السنه الاولى والثانيه حتكون هي في البطولات بتاعة شرق وسط افريقيا. لكن يعني في خططنا في انه تكون في بطوله تجمع ما بين دول شرق وسط افريقيا والدول العربيه او الاتحادات العربيه. في خططنا المستقبليه انه يكون هنالك بطوله تجمع ما بين دول شرق وسط افريقيا ودول غرب اسيا. ودي بتكون كتله كبيره جدا. في خططنا كذلك في انه يكون هناك في بطوله لدول البحر الاحمر لانه هناك في اذا رجعنا لاخواننا في شمال افريقيا بتلقى في بطوله دول البحر الابيض المتوسط. احنا الان حنعمل بطوله البحر الاحمر وبتضم دول شرق وسط افريقيا وبتضم الدول في اسيا المطله على البحر الاحمر وبرضه حتكون يعني بتكون بطوله كبيره جدا. Such concepts came after this first meeting of the Federation of Eastern Central Africa for Rowing and Canoe.
hopes and wishes are seen to contribute a lot to upgrade to this stimulant, which work out of the scope of its original, the international one. Big rows are now waiting the East and Central Africa for rowing and canoe in promoting and develop these games. Athletes are now preparing to participate in the nearest competitions, which is going to be held here in Sudan by the beginnings of 2015. Jamal Al Deen, algrabi, Khartoum.